اللي جاي هنا أو وصل لمعبر قسطل من الجانب السوداني بالتأكيد عانى أوضاع صعبة جدا، أهوال الحرب، القتال المستمر، أوضاع مؤسفة جدا، وسايبين وراهم متعلقاتهم الشخصية، وسايبين وراهم في بعض الأحيان أسرهم، وسايبين وراهم بيوتهم. مجيئهم إلى معبر قسطل بالتأكيد محتاج طبيعة خاصة من الدعم. خلينا نتعرف أكتر على بقية الخدمات المقدمة في معبر قسطل. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. طبيعة الخدمات المقدمة حضرتك، احنا عندنا بنقدم مواد غذائية زي ما سهرة معانا هنا، بنقدم مية، بنقدم خدمات إعادة الروابط الأسرية والتقصي، بنقدم خدمات دعم نفسي للأطفال والكبار الموجودين اللي جايين من الجانب السوداني لمصر، بنقدم توعية صحية، بنقدم هايجين كيت، وفي بعض الخدمات اللي بنعملها تبقى تسهيل إجراءات لبعض الناس اللي جاية، ولو في ناس من اللي هم حاملي جنسيتين بيبقى في تواصل مع الهلال الأحمر المصري مع السفارات بتاعتهم، نقدر نسهل لهم العبور بتاعهم لمصر. يا ترى بقى حضرتك جاي منين؟ أنا من حافظة أسوان. يا أهلا وسهلا. الشغل هنا في ظروف صعبة، عدد ساعات كبيرة، إيه اللي خلاك تيجي تتطوع في الهلال الأحمر؟ علشان التطوع ده حاجة إنسانية، حد بيجي يعمل حاجة بيبقى ان هو ده انسان زيه، مش بس ان هو حاجة زيه، مش مجرد اي جنسية ولا ديانة ولا اي حاجة، بس ان ده انسان محتاج مساعدة، وفي حالة هو مر يعني بظروف وحشة خالص، فاحنا بنساعده عشان كده. يعني ده بيديك اكيد عائد انساني ونفسي كبير جدا ومعنوي. اكيد طبعا، يعني كفاية ان احنا بنبقى نايمين واحنا عاملين حاجة نفخر بيها، ولو حد حصل يعني في حياته حاجة في يوم بيلاقي ان بتتردله، يعني الانسانية لما تكون في كل قلب، من كل قلب انسان يعني وكده، بيبقى حاجة عظيمة، وكل حد بيعمل حاجة هنا هو برضو بتتردله برا مهما كانت. بس انا بحييك وبشكرك وربنا يقويك. اسلامي اسلامي. هنا في موقف كركر الدولي، دي ثالث محطة بيتوقف فيها القادمين من السودان بعد المرور عبر إما معبر قسطل أو معبر أرقين، والتوقف عند أبو سمبل، ثم القدوم هنا في موقف كركر الدولي اللي بيقدم الحياة مجموعة من الخدمات المختلفة. هنا أيضا دليل على تواصل الدور المصري سواء كان السياسي أو الإنساني. الهلال الأحمر بيقدم مجموعة من الخدمات، سواء كانت خدمات إغاثة إنسانية أو خدمات طبية، عربيات إسعاف، عيادات متنقلة، وأيضا مجموعة من الخدمات التانية اللي بيحتاجها الوافد بشكل أساسي زي الاتصال بالإنترنت أو الاتصالات الهاتفية عشان يقدر يتواصل مع أهله أو يحدد هنا من هذه المنطقة الوجهة التالية له، إما هيوصل لأسوان أو هينطلق إلى محافظة أخرى، وتحديدا طبيعة الأنشطة اللي هيقدر يقوم بيها سواء كانت تجارية أو أنشطة إنسانية. مجموعة من الخدمات المختلفة الحقيقة مهتمين إحنا ننقل لحضراتكم أجواءها ونتعرف على طبيعة عمل المتطوعين هنا التابعين للهلال الأحمر، اللي بعض منهم جاء تقريبا من بداية الأزمة أو بداية اندلاع الصراع في السودان في شهر إبريل. هننقل لحضراتكم من طبعاتهم وننقل لحضراتكم طبيعة عملهم الشاقة جدا اللي بتبدأ صباحا مع بداية ساعات الصباح الأولى وبشكل متواصل على مدار اليوم. احنا متواجدين مع حضراتكم هنا في جولة 90 دقيقة في موقف كركر الدولي، الحقيقة التقينا بمجموعة من الوافدين نستطلع آرائهم. صباح الخير. صباح النور يا فندم. الحمد لله على السلامة. حضرتك جاي منين؟ الله يسلمك. أنا جاي من مصر، من القاهرة، محافظة الجيزة فيصل. وأول ما جيتي هنا الخدمات اللي قدمت تعاملوا معك ازاي، الآليات المختلفة؟ والله هم تعاملهم حلو بجد، يمكن احنا من علينا من حاجات عادي، يعني عادي الحاجات اللي بتعاني منها كل الدول اللي هي الوضع الاقتصادي الصعب ده، بس الحمد لله الناس تعاملها حلو والشعب طيب، وعاوزه من هنا يعني ابعد تحياتي لسياده الرئيس السيسي على الاستضافه اللي منحها لنا وعلى الفرصه اللي منحها لنا، وميرسي جدا لشعب مصر ولدوله مصر
وميرسي خالص. طبيعه الخدمات اللي تلقيتيها هنا، تعاملوا معاكي ازاي المتطوعين من الهلال الاحمر؟ والله ما قصروا مننا، احنا طبعا جبنا والدتنا عيانه قبل الحريق وعاملونا معاملة كويسة في المستشفى. والله رسالتي لكل شعب مصر، طبعا مهما تكلمت ما اقدر اوفيكم حقه، ما قصرتوا معانا والله، والشعب يعني طيب جدا، يعني كل الشعوب اللي احنا تلاقينا معاها ما زي شعب مصر.